ذكريات. كدابه. فيعني نقعد نفتكر كده الحاجات اللي هي ايه بتاعت المراهقه واحنا صغيرين، حاجات الاعجاب اللي عارفه انت كده، فيه كان في براءه الواحد قوي صغير في المدرسه ده وما بديب، يعرفش يعبر. دباديب، فاهمه، الدباديب. وستيكر قلب وجواب ورقه مقطوعه متبهدله يا عيني من بالظبط. الكراسه، فاهمه، واروح اتهزق في البيت علشان قطعت الورقه من من الكراسه من الكراسه مكان غلط. بالظبط، مش من النص. فلا، حاجات الحمد لله قدر ولطف، قدر ولطف. قدر ولطف. طيب يا جماعه، احنا قبل بقى ما نعرف نفتح حقبه الذكريات معاكم وقبل ما نستنى تليفوناتكم، حابين نتكلم معاكم. يمكن في ناس تعرف القصه دي، وللناس اللي ما تعرفهاش حابين برضو ان احنا نقول لكم ليه تم اختيار يوم 14 فبراير هو يوم عيد الحب العالمي، وليه كمان اسمه فالنتاينز داي. فالنتاينز ده كان اسم كاهن مسيحي في روما، وكان وبيرجع تاريخ الاحتفال ليوم 14 فبراير بسبب إعدامه في اليوم ده. وقتها كان في مرض الطاعون كان منتشر، وهو كان شايف انه الناس لازم تتجوز، وانه صح، الجنود بالذات لازم ان هم يتجوزوا، لانه ده بيخليهم مستقرين اكتر ونفسيا احسن والحاجات دي كلها. فكان بيحاول ان هو يجوز الناس في السر، وطبعا لانه كان مؤمن انه الجواز هو يعني الحاجه المصيريه والحاجه الطبيعيه اللي المفروض انها تحصل. وكده كان بيعارض قرار مين بقى؟ قرار الامبراطور كلوديوس حاكم الامبراطوريه الرومانيه في القرن الثالث الميلادي، واللي منع الجنود من الجواز عشان ما ينشغلوش عن الحرب. هو شايف انه الناس السنجل بتكون مركزه اكتر في الحرب ومتفرغه واقوى والحاجات دي كلها. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده اللي حصل ان الجنود اصلا يعني ما كانتش مقتنعه تماما بحاجه زي دي، وكانوا شايفين ان ده كلام مش حقيقي. يمكن كمان ممكن نكون عارفين ان حته الرغبه برضو عند البني ادم او غريزه البني ادم بتكون مختلفه شويه، فهم اقتنعوا ان لا، الموضوع ده مش مظبوط طبعا. وفي كان جنود كتير جدا مش مقتنعين وكانوا عايزين يتجوزوا حبايبهم، وده اللي طبعا اللي شجع عليه الكاهن فالنتاين. ولما طبعا يعني تم اعدامه يوم 14 فبراير سنه 270، وعلشان كده تم اختيار اليوم ده ان هو هيكون يوم فالنتاينز داي، طبعا يعني تمجيدا لفكرته وفي يوم اعدامه علشان ما يتنسيش. وبقى هو ده اليوم العالمي لاحتفال بعيد الحب. وجي بقى ايه حته بدعه بقى الايه، الورد الاحمر. ما تقولش بدعه. ومش هقول البدع، لا اختيار لون الاحمر. لا، ملوش علاقه باللون الاحمر. اللون الاحمر عشان احنا بس يعني لون رومانسي مش اكتر، بدأنا. ولكن الورد الاحمر اللي بيتقدم في عيد الحب طلع ان هو ليه علاقه بالقصه، انه كانوا الجنود وهم بيودعوا الجثمان كانوا بيرموا على القبر بتاعه الورد الاحمر، وبالتالي بقت دي الهديه الاكثر رومانسيه يعني لحد زماننا دلوقتي، انه يوم عيد الحب نهادي بعض بالورود الحمراء. وكده طبعا عرفنا ليه سبب انه الورد الاحمر لحد دلوقتي مازال بيمثل الرومانسيه والاحتفال والحاجات الظريفه دي كلها. عاجبني، انا عاجبني ان انت قلتي ان احنا اليوم ده بيبقى ورد احمر. ده موضوع اقتصادي جدا. اقتصادي. انت ما شفتش اسعار الورد؟ يا خبر ابيض. بس ايوه، ما هو يعني ما انا بتريق، بس ان يعني في ناس دلوقتي لا، الموضوع الفالنتاين ده بيبقى كانه هديه عيد ميلاد، عيد جواز، بتلاقي الموضوع بيتفاقم يعني جدا. وانا مش ضد ما ده، تدفع. انا مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم عن الناس بالظروف المختلفه ماشي في المجتمع. تمام. بقالي 3 ايام ما قابلتكيش. ولسه قايل لك قبل ايه الهوا فاطمة؟ ايه صلي على النبي كده قبل ما نخش على الهوا. و عليه الصلاه والسلام. عيد الحب. اوكي، عيد الحب واحده بحاول. واحده ماشي، بحاول. مش عيد الخناق، عيد ماشي. الحب. اتفضل يا لا، انا شايف ان اي حد يقدر يعبر باي حاجه يعبر، يعني زي انت قلتي دلوقتي ان في الورد ده اسعار فعلا كبيره جدا، طبعا بتختلف من الاماكن، لكن بحس ان هو التعبير، عارفه اللي هو ايه، يعني لو احنا هنخرج ناكل اكله بسيطه، كشري، كشري بيتزا، في عيد الحب، اي حاجه. ما الناس كل حد ليه ان هو يقدر يخرج الخروجه دي. هل لا؟ لا ما يعملش؟ طبعا لا. يعمل. قادر ان هو يخرج في مكان محدود جدا وهيتبسطه، اعمل ده. قادر ان انت تهد الدنيا اليوم ده وكسر الدنيا وعندك المقدره، اعمل ده. فانا شايف ان هي خليها كده متوزعه.